غالبية الأشخاص ليست لديهم معرفة بالذهب على الإطلاق. يقارن الأشخاص دائما الذهب بالأسهم. أكبر تصور خاطئ عن الذهب أنه لم يعد مالا. كلا، إنه معدن ثمين. تستقر في عقول الغالبية العظمى من البشر تصورات خاطئة عن الذهب. أنا جرانت ويليامز، وسأشرح لكم كيف ولماذا أصبح الذهب مالا، وسأريكم كيف يشترى الذهب ويباع حول العالم. الذهب هوس عمره 6000 عام. على الجزيرة الوثائقية